المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعات والتجارة عبر لقائه الخاص مع أون لايف أن استثمارات ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط تتركز في العديد من القطاعات على رأسها الخدمات المالية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات وغيرها. تتركز الاستثمارات الألمانية في الشرق الأوسط بشكل رئيسي في قطاعات التأمين والخدمات المالية وصناعة سيارات الركوب والصناعات الميكانيكية والهندسية وكذلك منتجات العناية الشخصية والنظافة. وبالإضافة لذلك فألمانيا لديها وجود قوي في قطاع الصناعات الكيماوية وذلك على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام وفي مصر على وجه الخصوص. هذا بالإضافة لوجود مميز في قطاع الصناعات البتروكيماوية والمرتبطة بشكل كبير صناعات الطاقة والنفط والغاز.